المصطلحات الطبية أو الميديكال تيرمينولوجي هي اللغة اللي من خلالها بنقدر نوصف جسم الإنسان بما فيه من محتويات وعمليات وظروف مؤثرة عليه. It is a language used to describe human body including its components, processes and the conditions affecting it. في الأول احنا محتاجين نسأل نفسنا احنا ليه بندرس مادة زي المصطلحات الطبية. فمبدئيا كده انت عشان تبقى توب في المجال الطبي انت محتاج تتقن لغة المجال، وده معناه ان تحقيق اي تقدم في المجال الطبي مرتبط بالميديكال تيرمينولوجي. واللغة دي احنا بنستخدمها في المجال الطبي عشان نسهل التعامل ونوصف اللي احنا عايزين نقوله بأقل الكلمات الممكنة، زي مثلا كلمة التهاب الكبد اللي هي inflammation of the liver. انت حاسس هنا ان انت قلت جملة طويلة حتى لو مش طويلة نوعا ما، فلما تيجي تقارنها بكلمة زي هيباتيتس هتكتشف فعلا ان هي طويلة. والسبب تاني هو ان المصطلحات الطبية دي بتعتبر اساسا شفرة محدش بيعرفها غير اللي شغال في المجال الطبي بس. فانت كده بمجرد انك عرفت كلمة زي هيباتيتس تيجي بقى تقولها قدام اي حد بس ما يكونش في المجال الطبي، فطبيعي ان هو مش هيفهمها، فيقولك يا ابني انت لو شايف ان مستواك عالي كده في الطب سافر امريكا ولا المانيا عشان تكمل دراستك وابحاثك العلمية المهمة. طيب بص، عشان اسهل عليك الموضوع شوية هقولك على حاجة تمشي بيها، وهي ان المصطلحات الطبية دي مادة مش مستاهلة انك تحفظها او حتى تفهمها. ايوة مش محتاجة منك لحفظ ولا فهم، انت تقدر تقول عليها لعبة، لعبة مكعبات. حلو الاسم ده، انا عارف ان الموضوع عجبك. انت كل المطلوب منك في اللعبة دي انك هتحفظ شكل المكعبات المناسبة وتركبها على بعضها عشان تقدر تطلع بشكل يليق بمقامك في المجال الطبي. طيب ازاي؟ ركز كده، انت اي مصطلح طبي بتتعلمه مكون من جزئين او تلات اجزاء. التلات اجزاء دول هما المكعبات، وهما البريفكس يعني سابقة لانها بتبقى في اول الكلمة، والسافكس يعني لاحقة لانها بتبقى في اخر الكلمة، والروت وهو اصل الكلمة. طيب خلينا نطبق الكلام ده عملي. لو جبنا مصطلح مثلا زي مايوكاردايتس يعني التهاب في عضلة القلب، تعال نفصل التلات اجزاء بتوعنا كده، فين البريفكس هتبقى مايو يعني عضلة، والروت هيبقى كارد يعني القلب، والسافكس هتبقى ايتس يعني التهاب. كل اللي بنعمله اننا بنجمع المكعبات مع بعضها بالترتيب عشان نطلع بكلمة مايوكاردايتس، التهاب عضلة القلب. مثال تاني زي كلمة هيباتيتس، دي بتتكون من جزئين بس اللي هما روت واللي هو هبت يعني كبد، والسافكس اللي هي ايتس يعني التهاب، يبقى كده هيباتيتس يعني التهاب الكبد، وهكذا. يبقى المطلوب مننا ايه؟ المطلوب هو حفظ اكبر عدد ممكن من البريفكسز والسافكسز، لكن الروتس مفيش اسهل منها، ودي هيبقى اغلبها اسماء الاعضاء واللي هنقولهم بالتفصيل في بقية الكورس. خلينا بس دلوقتي في البريفكسز والسافكسز، ومن اشهر امثلة البريفكسز عندنا مثلا هايبر يعني هاي او اوفر، لما نضيفها على كلمة زي تنجن واللي معناها ضغط او بريجر هتبقى هايبر تنجن يعني ضغط مرتفع. وعلى عكس كلمة هايبر، كلمة هايبو يعني منخفض، لما نضيف لها كلمة تنجن اللي هي معناها ضغط هيبقى هايبو تنجن يعني ضغط منخفض. وكلمة ماكرو يعني كبير ومايكرو صغير، هنضيف لهم كلمة استوميا اللي هي معناها فم، هيبقى ماكروستوميا اللي هو abnormal wide mouth ومايكروستوميا abnormal small mouth. نيجي للسافكسز، ومن اشهر الامثلة هي كلمة ايتس يعني التهاب، ودي اكتر كلمة هتتكرر معانا في جميع الاجزاء، هتلاقي كارديتس وهيباتيتس، اي حاجة ايتس يعني التهاب في الحاجة دي. وبرضو عندنا كلمة ميجالي يعني تضخم، اي حاجة بعدها ميجالي يعني تضخم الحاجة دي، زي مثلا كارديوميجالي يعني abnormal enlargement of the heart، تضخم في عضلة القلب. وبكده نكون خلصنا الجزء الاول من كورس المصطلحات الطبية، وما تنسناش في الدعم من لايك او اشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.